السلام عليكم، كيف توما؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كيف توما؟ شويات توما صحيحة اليوم ان شاء الله. كنت غنعدل الطنجية بهاد الفخيطة ديال بيبي، ديك المنيجات ديال بيبي، فهمتيني؟ كيجيو مزيونين. قلت نشاركو معاكم. جيت عيب نص كيلو، 500 غرام، جبت نص كيلو تنعملها معاكم. كيجيو مزيونين وسهلين، وشي حاجة مزيونة، شي شهيوة مزيونة للغدا بلا لحم. غادي عندي هنا نص كيلو ديال مليجات، نص كيلو. عندي هنا واحد الرويس ديال الثومه، حراس ديال الثومه مكمول مغسول معدل، واحد الرويسات اخرين هكذا بقشره ديالهم كلشي، وشويش ديال الليمون الحامض. عندي هذا بلدي، لي هذا بلدي، واحد الورقه ديال سيدنا موسى اللي عنده يابسه، انا عندي خضره يعملها. وعندي واحد شويش ديال الكيمون، شويش ديال الكامون، شويش ديال الكامون، وحرويز ديال المغرفه، حيت انا عندي عشويش واللي غيعمل بزاف غادي يكثر. وعندي واحد شويه ديال الابزار، شويش ديال الابزار. وعندي هذا الزريعه ديال القزبر، شويه ديال الزريعه ديال القزبر، واحد شويه ديال السمينه، وشويه ديال الملحه. الملحه على حسب الذوق، بان كاين هذه ملحه غنعملها شويش، واحد رويز ديال المغرفه ديال السمن، واحد الضويمه عندي عين ويس ديالها حيت ما عنديش بزاف، اولا عنده يعمل الزعفران شعره. انا عاد ماشي نعمل واحد شويش ديال الكيمون حبوب، نسيت ما نزلتوش هنايا، واحد شويه ديال الكيمون حبوب اللي عنده يعملو وصافي. مقادير ديالها خفيفين، واحد النص كاس زيت العود، نص كاس زيت بلديه كيمشي معاها كيجي مزيون وصافي. كنعملو هادشي هذا ديالنا كامل، كنعملو في طنجره كوكوت، حيت الكوكوت باش غنحني، ولا البوطه باش غتجي فحال طنجيه، غنحني ولا هيدا بقى نعمل هادي. زودت لهم منهم ديك اللي كيكون فوس منا العطيه، حيدتو، حيد ديك العطيه. نعمل هاد التويمه، نعمل هيدا في الوسط، هاد الدريسات هكداك، هادو هيدا صافي. وغادي نعمل هاد السمينه، نعمل شويه السمن نعملها، وغادي نعمل هاد الابصار، هاد شويه د زريعه القزبر كتجي معاه مزيونه، شويه د الابصار، شويه د الكيمون والمليحه. غادي نعمل غير شويه على حسب هاديك الملحه. ولا عمل هاد الدويمه، هاديك الدون انويس ديال الدويمه. وغنعمل هاد الزيت، نعمل هاد الزيت، ما فيها لا ما لا حتى حاجه، حتى حاجه صافي. باقي غنزيد واحد شويه ديال الكيمون حبوب، غادي نزيدو لها صافي. وغادي نشد عليها، وغادي نشد عليها، وغادي نخليها بوطه، خصها تكون حانيه، حانيه نتوما عينكم معاها، فهمتي؟ حتى كدا تطلق ديك الريحه ديال الطياب، ساعه تفيو لها وتشوفوها، اولا كانت باقا زيدو خليوها. ملا الصفاره ديالو خلي حق البوطه، خصها تكون مهيله بزاف بحال الشميعه هيدا، وخليوها كطيب على النار بحال هي على الفاخر ان شاء الله. من طيب وهادي نرجع معاكم ان شاء الله. الطاجين ديالنا واجد، هو كيطيب بلا ما لا حتى شي حاجه. انا غادي نقرفو هنايا في الطويجن، الطاجين الا بغيتو تعملوه فيه وتسخنوه فيه كيجي مزيون. المهم الطنجيه ديالنا هي واجده لا ما لا حتى حاجه، يديك الزويته كطيب، كتجي مقليه، ماكله خفيفه صيفيه خفيفه. هي ديك الرويسه التويمه عملوها هنايا فوق، الرويسه ديال التوم اللي عدلنا، هي الليمون اللي عملنا، ديك الحامض، هو ديك الحامض بلدي، هي ديك الحامض اللي عدلت بلدي، كتكون مهيلة بديك زويت هاد العود، هي مكيلة خفيفة، كتجي مزيونة، مكديش ليها قامة وديكشي بزاف، هي الكيمون.
بطيوطة عندي مسلوقة في الماء، وعملت لها لقامة ديال الماكلة، عملت لها لقامة وحشيتها في الفران. هي مقدمة معاها، الا بغيتي الا بغات انسان يزوق بها وداكشي كتعرفوا العيال ولا بتخصهم شي حاجه فيها بطاطا. هو الطويجين ديالنا هاد اليوم، وبالصحه والعافيه، وديك الدعوات ديالكم زوينين، كنتمناكم تجربوه ان شاء الله، غادي تجربوه وغادعيو معايا. الانسان اللي عنده الناس بزاف يعمل بزاف، مثلا كيلو كيلو ونص ديال هادي، كيجي حشيوه كتجي غزاله. ثم باش ما بغيتوش تقدموها مع الشليدات مع هادي، كتجي مزيونه. وبالصحه والعافيه، وديك الدعوات ديالكم زوينين.